السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد أيها الأخوة، فنكمل هذا اليوم بإذن الله فيما يتعلق بكتاب الظهار، لأن وقفنا عند كفارة الظهار، وسأقتصر عليه وحتى نبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله في كتاب اللعان. ثم بعد ذلك سأبدأ أو أطرح موضوعا مهما سبقا أشرت إليه في فقه المرحلة، وأسأل الله أن يوفق وأن يسدد. ونستمع الآن إلى الشيخ فهد حفظه الله إياكم في قراءة هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة كسائر الكفارات، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نص على المؤمنة في كفارة القتل، وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها حملا للمطلق على المقيد. الآن المؤلف يقول: الكفارة في على الترتيب، اللي هو الظهار الذي هو عتق رقبة كما في سورة المجادلة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهناك وقفات في هذا النص. أولا، عتق رقبة مؤمنة. كما تعلمون أن آية المجادلة ليس فيها التقييد بمؤمنة، وهنا نشأ الخلاف بين العلماء: هل تجب أو يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة في غير كفارة القتل؟ لأن كفارة القتل النص واضح أمامنا كما ذكر المؤلف في سورة النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. اختلف العلماء على قولين. قول قالوا إنه لا يشترط إلا في القتل. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الله ذكر كفارة الظهار وكذلك كفارة الإيمان، أي كفارة اليمين المقصود به، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما ذكر لمن وقع في زوجته على زوجته في رمضان لم يقيدها بمؤمنة. إذن قالوا: أمامنا فقط نص واحد وهو التقييد بمؤمنة في القتل، وثلاث حالات، يعني آيتان وحديث وكلها وحي، ليس فيها التقييد. قلنا: نحمل المطلق على المقيد. قالوا: إن كفارة القتل هي أعظم الكفارات، فلا يقاس ما دونها عليها. هذا القول الأول، الذين يرون اشتراط أن تكون كفارة عتق رقبة مؤمن أو كافرة. ولكن القول الآخر قالوا إن من الأصول هو هذا، وهكذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي معاية بن الحكم لما ضرب، جاء لمملوكة عنده ترعى الغنم، فوجد قد فقدت شاة، فقالت: أكلها الذئب، فاتهمها فضربها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فعلت كذا وكذا، يعني ما كفارتي؟ ماذا علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائت بها. فجاء بها
فسألها أسئلة، منها قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. قالوا: إذن عندنا كفارتان، أعلى شيء القتل، وأقل شيء وهو صفعة، أصلا ليست واجبة بهذا الحد لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها للرجل أن يعتقها، فما بينهما كذلك. ثم قالوا: إن إعتاق غير المؤمن قد يلحق بالعدو، أي قد يلحق بالكفار فيصبح حربا على المسلمين. إذن هما قولان، وحقيقة كلاهما وكل قول قول، ولكن وجدت أن شيخنا الشيخ محمد رجح اشتراط الإيمان في الرقبة، فلذلك نقول لعله أرجح والله أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قول المؤلف كسائر الكفارات، المقصود بالكفارات التي فيها تحرير رقبة، ولا في كفارات ليس فيها تحرير رقبة؟ فإذا نقول سائر الكفارات التي فيها طبعا تحرير رقبة، وهو الظهار واليمين وقتل الخطأ ولطف رمضان، أربعة كفارات التي وردت فيها عتق الرقبة في الظهار وفي اليمين كما في سورة المائدة، وفي قتل الخطأ والوطئ في رمضان، هذه كلها فيها عتق رقبة. أيضا إطلاق، لما قال لماذا قال أصبح المصطلح عتق رقبة، هذا من إطلاق الجزء على الكل، لأن الرقبة وحدها ما تعتق، إنما يعتق الإنسان كله. فذكر العلماء قاعدة جميلة، قالوا: لا يصح إطلاق الجزء على الكل إلا إذا كانت تتوقف عليه الحياة، أما إذا كان يمكن أن ينفصل طبيعياً أو غير طبيعي ويبقى الحياة فلا يطلق. فلا تقول عتق يد مؤمنة، ولا تقول عتق رجل مؤمنة، لأن يمكن تنفصل الرجل ولو كان انفصالاً غير طبيعي، ويمكن تنفصل اليد يبقى الإنسان حياً، لكن لا يمكن أن تنفصل الرقبة ويبقى الإنسان حياً. فلذلك قالوا جاء الإطلاق هنا عتق رقبة مؤمنة، أي عبر عن الرقبة، ومثلوا له كما مراراً أذكر هذا الحج عرفة، قالوا: لأنه بدون عرفة لا يكون حجاً، بل من لم يدرك عرفة أحول إلى تحلل بعمرة، فلا يمكن أن يحج أي إنسان إلا أن يكون مر على عرفة ولو لحظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أن نعرف أن الحج في عرفة وفي غير عرفة. نعم. ثم إنها لا تدخلها النيابة إطلاقاً أن ينوب إنسان في بس فقط في عرفة، إنسان حاج وقال كما في الرمي اذهب لعرفة عني، غيرها إما ورد فيها النص وبعضها ورد فيها الخلاف في النيابة. فأيضا سبق أن قلت إن السجود، وهذا قلت في درس الثلاثاء، فاسجد واقترب، أن السجود يطلق على الصلاة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قالوا: لأنه لا صلاة بدون ركوع ولا سجود إلا الجنازة، والجنازة لا حكم خاص. فيطلق إذا أطلق الركوع فيقصد به الصلاة، ما في أحد يمكن يقوم يركع وحده، ولا إذا أطلق السجود يقصد به الصلاة إلا سجدة التلاوة وسجدة الشكر. وقلت هنا خطأ نبهت إليه يوم الثلاثاء ونبه إليه هنا، تأتينا أسئلة خاصة من بعض الأخوات تقول: أنا أسجد كثيراً، أن أريد أدعو الله جل وعلا فتسجد بدون سبب، ليست سجدة شكر ولا سجدة تلاوة، وهذا غير صحيح، لا أصل له. صحيح أنها تكون في صلاة، نعم، أو سجدة تلاوة أو سجدة شكر. فإذا هنا عتق رقبة، وإن كان هذا المعنى لا أطيل فيه لكنه مهم استنباط، أنه لا يتم، فيجوز إطلاق الجزء على الكل إذا كان لا يتم إلا به، كما قلنا الحج عرفة أو السجود والركوع وهو جزء من الصلاة ويقصد به الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا صلاة كاملة، والله أعلم.
إذن هذه المسائل الأولى في ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما ونحوها، لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع، ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم، لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص قيمته بنقصها نقصا كثيرا، وكذا أخرس لا تفهم إشارته، ولا الجنين لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. الآن يقول لا بد أن تكون هذه الرقبة سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا. إلى هنا سواء كلام الماتن أو الشارح لا إشكال، والتعليل صحيح، لأن المقصود تمليك العبد، أي أن يملك العبد، لأنك لما تعتقه أنت تملكه، بدل ما كنت أنت تملك منفعته تملكه هو منفعته، هو اللي يصير حر، يبيع ويشتري ويتاجر ويعمل، فأنت تملكه منفعته وتمكنه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور. إلى هنا لا إشكال. بدأ الآن يمكن ربما التفصيل، قال كعمى، كعمى، هل صحيح أن العمى لا يستفاد منه؟ هناك الآن أعرف رجلاً كان عندنا في القصيم أعمى، يصلح الساعات، يصلح الساعات فعلا، وآية رأيته يعني والله، كان يركب في الطريق، وإذا مر من عند، والطريق تعرفون سابق ترابي ما كان فيه ذلك، إذا قرب أو وصل إلى مزرعته أو بيته قال لصاحب السيارة قف ويقف. أذكر رجل آخر أعمى كان يبيع العلف يعني، ويعرف علف فلان وفلان، ما العلف له، الناس ينزلون لأهل القرى ويبيع عليه. أعرف صاحب أيضا قريب هذا لنا أعمى أيضا، وفعلا الدكان فيه أغراض قهوة وشاهي وشماغ، تعرفون بقالات الأولين، وهو جالس، فأحد يقول كم هذا، مباشر يجيبه، أحيانا ما يسأله، يعرف عن طريق الصوت أين. نعم. فإذا الأعمى أئمة كبار كما تعلمون، عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، وتعرفون أنه شارك في غزوة من الغزوات غيره. إذن بعض الأمثلة هذه التي تكون القاعدة صحيحة، لكن التطبيق فيه نظر. فلذلك ما ذكره المؤلف هنا، وخاصة مع التقنية الحديثة، أصبح بعض الأشخاص الذين وصفهم أنهم لا يستفاد منهم، نقول يمكن ربما في زمنهم هذا، أي بعضهم، لكن اليوم مع التقنية الحديثة قد يشتغل الإنسان على كمبيوتر، وقد يكون ينفع أكثر من الذين يتكلمون حتى ينتج، لأن الآخرين ربما أضعوا أوقاتهم بالكلام وغيره. الآن فيه ما يسمى بمعد الصم والبكم، حقيقة تخرج وثبت فيه عباقرة عباقرة. وأذكر امرأة غربية كتب عنها اسمها هيلين، قديمة القصة، عجوبها المرأة يعني، كانت صماء خرساء، لكن كانت عفوا تتكلم لكن لا تسمع ولا ترى، وكانت عجوبة في حتى كانوا يقول إذا صفق الناس عرفت، مع أنها لا تسمع، هناك مخترعون إلى آخره. أردت أن أصل من هذه النتيجة، أنا ما ذكر المؤلف هنا كقاعدة إلى أن قوله ولا يحصل هذا مع العيب المذكور أي ضررا بينا في ذات. أما إذا وجد أن هذا الشخص ممكن أن ينفع في مجال آخر وهو مملوك، طبعا نرجع مرة أخرى، إذا كان مملوكا ووجد أن عتقه سيكون حرية له وفيه نفع فلا حرج، بل قد يأتي جواب آخر، مجرد أن ينال الحرية حتى لو كان عالة على صاحبه، أن يكون في المجتمع قد يكون هذا بحد ذاته مكسب، هو ربما يتوق إلى الحرية، يرغب في الحرية. فإذا هذه ما ذكر المؤلف، أقول ما ذكر أوله صحيح كقاعدة، أما ما عدا ذلك من الأمثلة فتختلف من زمان إلى زمان ومن وقت إلى وقت، ومن أيضا عيب إلى عيب، قد ما يعد عيبا قد يكون كما تعلم أئمة كبار من أئمة العلماء كلهم من مكفوف البصر، لكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقد يكون إنسان كامل الجسم وكل كامل الحواس ولا ينفع المجتمع، وهؤلاء كثير، ويكون آخر فاقد بعض الحواس التي ذكر المؤلف ويكون أكثر نفعا لأمتي ولمجتمعه ولغيرهم، والله أعلم. أما الجنين فنعم،
الجنين لأنه غير كامل الآن، عنده أحكام الدنيا. ولذلك يقول العلماء في الجنين كما مر معنا في المواريث أنه يرث بالقوة لا بالفعل، يرث الجنين بالقوة لا بالفعل. كيف بالقوة؟ عندما نقسم الميراث وأحد الورثة جنين يحجز له مال، شرعاً يحجز له مال على تقدير أنه حمل أو اثنين، إلى أن ذكرين أو ذكر أنثيين أو ذكر وأنثى، وكما تعلمون مر معنا هذا. إذن حجزنا له مبلغ، ما دمنا حجزنا له جزء من الإرث فهو ورث بالقوة، لكن هل يرث بالفعل؟ لا. كيف يرث بالفعل؟ لو أنه مات هذا الجنين وهو في بطن أمه، هل تأتي ورثته ويرثونه؟ لا. لو لم يولد يعني وتستقر حياته ولو للحظة، فالصحيح أن ما حجز له يرجع إلى الورثة الأصليين، وهذا الفرق. لأنه قد يكون فعلا الأطباء يقررون حي الآن، وفي الشهر الثامن ولد، وأغلب من يولد في الشهر الثامن يموت قبل إكمال الولادة مثلا، أو مات في بطن أمه. لو كان نقول يقسم الميراث على أهله يعني على ورثته، لقلنا إنه ورث بالقوة والفعل. فالصحيح أنه ورث بالقوة لا ورث ولم يرث بالفعل، لكن إن ورد إن ولد واستقرت حياته قالوا ولو لحظة كما مر معنا فيرث، يصبح وارثا كان هنا. إذن الجنين إذن غير كامل الحياة، لم تحكم ثبت له أحكام الدنيا إلا جزءا كمش، فبهذا نقول إنه أيضا لا يعتقل. يعني لو واحد في بطن أمته ولد والولد يتبع الأم إلا بضوابط كما مر معنا، فالصحيح أنه لا يقول أعتقته، إذا ولد ذاك اليوم فأعتقه، أما الآن فلا. هذه مسألة. أيضا مما يرد على، وهذه نقطة الآن انتبهت لها، أنه لا يلزم بعض ما ذكر المؤلف، أنه هل يجوز أيضا أن يعتق رقبة ولو كان صغير عمره سنة أو سنتين؟ إلى الآن ما ندري ماذا يكون، الصحيح أنه يجوز، لا هو رقبة ومملوكة إذا كان ابن مملوكة وليس فيه شرط كما مر معنا، فالصحيح أن هذا الأمر ما يتوقع وما يغلب على الظن يؤخذ به. تأتي مسألة أخرى، أم الولد، أم الولد كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول عهد عمر تباع، يعني ما هي أم الولد؟ هو رجل يطأ أمته ثم تحمل فتصبح أم ولد في هذه الحالة. هنا فإذا ولدت أو مات بعد ذلك تعتق لا تباع. عمر رضي الله عنه قام وجد توسع الناس فقرر بين حرمة بيعها، فنقول في هذه الحالة أنها أم الولد أيضا لا تعتق، لأنها مبادئ العتق إذا مات مورثها قائمة وليست كاملة العبودية كما قالوا، فيها جزء من الحرية بعد ولادتها. المدبر، المدبر هو من يوصي بإعتاق مملوكي بعد وفاته، يقول هذا فلان نعم يعتق بعد وفاته، فيجوز بشرط أن لا يزيد عن الثلث. وتعرفون أن الرجل الذي أعتق، وهذا حديث صحيح، ستة مماليك ليس له مال غيرهم، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع فأعتق اثنين وأبقى أربعة. لماذا أعتق اثنين؟ لأنهم الثلث، خلاص الثلث يعاد وبقي أربعة. فالمدبر هو الذي يوصي بأنهم يبقون عنده ثم يعتقون. الصحيح أنه بعض العلماء قال أيضا أنه لا يجزى، الصحيح أنه يجزى لأن الوصية قابلة للتغيير، ولأننا إذا أعتقناه الآن ففيه مصلحة كبيرة له أيضا، ولا أدري متى يموت مورثه. فإذا قد يقول قائل لماذا، ما الفرق بينه وبين أم الولد؟ أم الولد لا تباع على ما استقر عليه الأمر في عهد عمر، أما المدبر فإنه يباع ويمكن أن يغير وصيته، لأن الوصية أيها الأحبة تختلف عن الوقف، الوقف ناجز كما مر معنا، أما الوصية فيمكن أن تغير، وقد يغير الإنسان فيها كثيرا نعم، وينسخ ويقدم، فلا تثبت الوصية إلا بعد استقرار الموت. فإذا المدبر لا يثبت عتقه إلا بعد استقرار الموت ممن أعتقه، فإذا نقول يجوز قبل ذلك أن يكون كفارة أي أن يعتق، والله أعلم. فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حاجته
لنفقته وكسوته ومسكنه وما لا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه صام شهرين متتابعين للآية والحديث. هنا الآن عدة وقفات. قال فإن لم يجد. سبحان الله، كنت وأنا أقرأ دائما كثيرا سورة المجادلة، لماذا قال في عتق الرقبة لم يجد، وقال في الصيام لم يستطع، لم يقل في الرقبة لم يستطع. الذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين يعودون، قال فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهر، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لم يجد يترتب عليه أمران، قد يكون عنده مال بس ما يجد رقبة، مثل اليوم الآن بعض الناس إذا وقع في مثل هذه الأشياء يأتون يقول هل يوجد رقبة؟ عندي فلوس ما عندي مشكلة، لكنه لا يجد رقبة. وأحيانا قد يجد الرقبة ولكنه لا يجد مالا، فإذا لم يجد ينطبق على الأمرين. فجاءت الآية في هذا النص، وهذا كلام المؤلف، فإن لم يجد أي لم يجد رقبة أو لم يجد مالا أو لم يجد من باب أولى كليهما، لم يجد لا مال ولا رقبة تباع. ففي السابق كانوا يجدون الرقاب لكنهم لا يجدون المال أحيانا، كان الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء، نعم، بل ما استطاع، بل ما وجد في الأخير ولا 60 صاع للإطعام، لم يجد، والله يا رسول الله ما بين لابتيه أفقر، فكيف يجد رقبة؟ واليوم يمكن يجد بعض الناس المال لكنه لا يجد الرقبة. وممكن أيضا حتى اليوم أن إنسان لا يجد الرقبة ولا يجد المال، فلذلك عبر عنها لم يجد. أما الصيام فعبر عنه أنه لم يستطع، فالاستطاعة تختلف. هذا ما يتعلق بوجود الرقبة. قال فإن لم يجد يعني رقبة صام شهرين متتابعين. هنا وقفات مهمة وتدخل في بعض الكفارات لأن الموضوع له. المسألة الأولى شهرين متتابعين، إذا جاءك شهرين متتابعين في الكفارات هل المقصود 60 يوم؟ من يجيبني؟ هل المقصود 60 يوم؟ سم يا شيخ. قد يكون الشهر 29 صح، وأحيانا يكون باختصار، لأنه طبعا متتابعين. إذا بدأ من أول شهر أليس يأتي أحيانا الشهر ناقص، يأتي شهران وراء بعض ناقصان، يعني صارت كم؟ 58. فإذا نقول ما عليك، طيب أصوم 60؟ نقول لا، يعني كم اليومين؟ فهذا كل في العدة يأتي وفي، لكن يحدث أحيانا خاصة في العدد كما سيأتينا أنه قد يبدأ الإنسان الصيام في يوم 15، أكيد سيأتي شهر كامل إذا كان في شهرين أو العدة 4 أشهر، سيأتي شهر فأكثر كامل، يعني أقصد مو كامل 30 يوم، أي صامه كاملا وإن كان 29 يوم، ما كان يعني صامه من أوله إلى آخره نعتبره شهر، سواء 29 يوم أو 30 يوم، مجرد أنه شهر. لكن ما نقص لما نقول طيب بدأ يوم 15 ونقص الشهر، هل نقول أنه نعتبر له 16 يوم لأنه بدأ يوم 15 أو بدأ يوم 16 نعتبر له 15 يوم؟ نقول لا، نعد بالعدد، نعم، فنقول الآن إذا كان نقص الشهر وبدأ يوم 16 صام 14 يوم، ويأخذ من الشهر الآخر الثالث 16 يوم. فلاحظوا الفرق بين المسألتين. إذا ممكن يكون الإنسان يصوم 60 يوم فعلا إذا كان كاملين أو أحدهما، وممكن أن يصوم 59 يوم، ممكن أن يصومها أقل شيء 58. فإذا هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي وقفة أخرى، إذا تخلل صوم الإنسان، إذا أراد يصوم شهرين متتابعين يتخلله إما صوم واجب أو فطر واجب أو فطر مباح، أضبطها لكم. إنسان قد يتخلل صوم الشهرين، إما صوم واجب مثل صيام رمضان، واحد بدأ في 1 شعبان ودخل عليه رمضان وما مضى إلا ماذا؟ شهر، بقي عليه شهر،
طبعا لا يمكن أن نحسب رمضان من الصيام. طيب هل نقول له خلاص انقطع الصوم لأن الله أمر أن يكون متابعين يعني الشهرين؟ نقول لا، إذا هذا صوم واجب فلا يقطع، نعم فلا يقطع الصيام. لكن لاحظوا، صوم واجب ليس الصوم القضاء، لا يكون صوم قضاء، لأن القضاء إذا كان موسعا، أما إذا كان مضيقا فلا حرج. المسألة الثانية، فطر واجب يوم العيد، العيدين أيام التشريق، واحد بدأ صيام ذي القعدة سيقطعه يوم عيد الأضحى وسيقطعه أيضا أيام التشريق. طيب هل معنى خلاص لم يعود متبعا؟ نقول لا، لا حرج. طيب صوم مباح وهو للمسافر أو المريض، يستطيع مسافر يستطيع أن يصوم، هل نوجب بالصوم نقول حتى أذق؟ نقول لا، لا يلزمك، فإذا أفطر لم ينقطع التتابع. مريض وجد أن عليه حرج وإن كان يستطيع أن يصوم فنقول مباح. نعم. العجيب ذكر الفقهاء وهذه نقطة مهمة، قالوا على ألا يكون صوما مستحبا وقصد به صيام اليوم المستحب فإن هذا يقطع التتابع. لو واحد قال أنا الآن أصوم شهرين ولكن لأنه واجب أريد أصوم يوم الخميس تطوعا ليس من التتابع، أو الاثنين أو يوم الأحد أو الثلاثة، نقول لا، أنت قطعت التتابع. بل قالوا حتى، قال العلماء حتى لو يوم عرفة، إلا إذا قصده من التتابع، لكن هو سيوافق عرفة ويقول يعلم الله أني كنت أصوم له أجرها. فإذا قالوا إذا كان الصوم مستحبا في هذه فيقطع، نعم، إلا إذا نواه من الكفارة وقال موافقة. وهذا اللي دائما أقول لإخوان في القضاء، تسأل بعض الأخوات في عاشورة، أنا علي قضاء، لو صمته قضاء وهو يوافق عاشورة نقول قصدت القضاء واخترت هذا موافقة فلا حرج، أما لو قصدتي لأنه عاشورة أو عرفة فلا، هذا فرق دقيق، إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويلزمه تبييت النية من الليل وتعيينها لجهة الكفارة لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الآن مسألة أخرى كثير على الأسئلة عنها، هل يلزم تبييت النية بكل صيام؟ نقول نعم، كل صيام واجب وكل صيام معين والصحيح لابد من تبييت النية. مش المقصود المعين؟ الواجب طبعا رمضان، نذر، قضاء إلى غير ذلك، الكفارات هنا فهو واجب. المعين أن يكون الإنسان أراد يصوم الست أو يصوم عرفة. القول الصحيح في المسألة هنا الذي يخلق غير الواجب أن يشترط تبييت النية. قالوا لماذا؟ وإلا انقلب نفلا عاما. قالوا لماذا؟ قال لأنه يكون مضى جزء من الوقت دون نية، دون نية. وإذا كان صوم عرفة 14 ساعة تماما ومضى 10 دقائق أو ربع ساعة أو ساعة ما نويت، ما نويت عرفة أنت. قد يكون إنسان يقول أنا نويت لأن يوم الخميس فقط، فيختلف. فإذا نقول كل صوم معين الصحيح الأولى يجب، رمضان، النذر، كل صوم واجب يجب تبييت النية. أما الصوم المعين فأقول فالراجح أنه يفترض تبييت النية، أما ما عدا ذلك فهو صوم مطلق والله أعلم. نعم. الحديث طبعا متفق عليه. فإن لم يستطع الصوم للكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا للآية، ولأمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر رضي الله عنه بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، وأمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت رضي الله عنه بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام، وقيس عليهما ما في معناهما. الحديث الأول ضعيف، حديث سلمة بن صخر أقصد بهذا اللفظ الذي أمامنا ضعيف، أما حديث أوس بن الصامت فقد مر معنا وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. طيب يقول إذا لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا، وهذا صحيح لأنه خلاص لم يستطع، انطبق عليه أنه لم يستطع. لكن كون الإنسان يقول أنا الأيام هذه ما أستطيع لكن قد أستطيع في الشتاء أو في الصيف، يعني من المرض العارض أو سبب عارض يمنعه من الصوم، فهذا لا يطعم، هذا لا يطعم. الصحيح أنه إذا كان لا يستطيع وعدم الاستطاعة سواء كان قال لكبر أو غير ذلك، أو أنه
كما قال أن الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وهل أصبت ما أصبت إلا من ذا؟ فعفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: لا أستطيع، لا أقدر على ذلك. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أطعم. الإطعام له صورتان، إما وجبات جاهزة، وإما أن يكون كما سيأتي يعطيه ما يعادل الوجبة، مثل رز أو بر أو غير ذلك. وسيأتي الآن بيان ما هو الذي يكون فيه الإطعام. يعني ممكن تطعم وجبة غداء، يعني تجمع 60 مسكين وتطعمهم وجبة، وما هو الذي يجب أن تدفع فيه مد بر أو نص ساعة على ما سيأتي. هذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل، ولكن لا أستعجله. 60 مسكينا، هل العدد معتبر؟ نعم معتبر 60. طيب، ألستم تقولون أنه كل يوم، أو أليس يفهم آسف أنه كل يوم يقابل يوم، يقابل يوما؟ طيب، يمكن يكون قلنا عليه الكفارة كم؟ 58. يمكن، هل يمكن ينقص؟ نقول لا، هنا لا نعلم، اختلفت الصورة. وهذا أمر تعبدي، ما دام حدد بستين مسكينا فأن يجب أن ألتزم بالتحديد. ولا يأتينا من يقول لماذا حدد ولماذا ما أنقص، كالصلاة، لماذا اليوم صلينا المغرب 3 ونصلي العشاء 4؟ هذه أمور تعبدية، يجب أن نلتزم بالنص إذا ورد، ولا مجال للاجتهاد فيه. هنا مسكينا هو المقصود بالمسكين والفقير. وممكن أيضا أن نضيف نقول من كان لحاجة نفسه. وهذه مسألة، هل يمكن أن تعطي الإطعام أو الكفارات لمن لمصارف الزكاة؟ مصارف الزكاة 8. الصحيح أنه لا يعطى إلا إذا كان لحاجة نفسه، فما تعطي إنسان وهو غني من المؤلفة قلوبهم، وما تدفعه في الجهاد. الآن يأتيني أسئلة: هل يمكن ندفع كفارة اليمين في الجهاد؟ نقول لا، كفارة اليمين محدد، نعم 10 مساكين، فما تدفعها للجهاد. فإذا، لكن لو كان المؤلف قلوبهم أو المجاهد لحاجة نفسه، إذن هو دخل في باب الفقير والمسكين. قالوا: أو غارم لحاجة نفسه لا لغيره، فيمكن أن يدخل في هذا، والله أعلم. نعم. لكل مسكين مد بر، لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، قاله في الكافي: ونصف صاع من غير. لا لا، الآن بس النقطة هذه هنا. قال: لكل مسكين مد بر، كما ذكر، ولا أريد أدخل تفاصيل أقوال العلماء، الأمر يسير. لكن في قاعدة ذكر بعض العلماء وجمعت بينها وبين، حاولت أجمع بين القاعدتين، أنه يجزئ في الكفارات ما يجزئ في زكاة الفطر. يعني تخرج من الكفارات ما يخرج في زكاة الفطر، ما يصح إخراجه في زكاة الفطر يخرج في الكفارات، كما في حديث أبي سعيد وابن عمر وغيرهما، إلا كما سأتي قلنا إذا كان يجدي فيه الإطعام من عشاء أو غداء، فيراعى فيه العرف، فيراعى فيه العرف، قد تضع لهم طعام أهل البلد، فتكون القاعدة مكتملة. دمجت بين القاعدة والاستثناء، والله أعلم. إذن نقول: يجزئ في الكفارات ما يجزئ في زكاة الفطر، إلا إذا كان مما يجزئ فيه عشاء أو غداء، يعني إطعام، فحسب العرف، والله أعلم. والتحديد في كل كفارة هذا الأمر ننظر، كما قلنا سيأتي إن شاء الله أيضا، ما حدده النص نلتزم به، وما لم يحدده النص أنه إطعام، يعني يأكلون تجمعهم على طعام ككفارة اليمين، ما لم يحدده النص فهو على إطلاقه وهو عفو، فيجوز أن تدفع مباشرة كيلو أو نصف كيلو على حسب ما يجد الإنسان لطعامه، وأيضا يجوز أن تجمعهم، وما ورد فيه النص فلا. نعم. ونصف صاع من غيره، لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر. قال في الكافي: وهذا نص، ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى، انتهى. أولاً، الحديث ضعيف، واحتج المؤلف واستدل بالحديث، والحديث ضعيف. ومرة أخرى سيأتي إن شاء الله قاعدة سأضبطها لكم في ما يكون فيه الإطعام أو يكون فيه
الدفع المباشر يعني لهم ليس نقدا طبعا، النقد غير وارد، هذه مسألة الآن نبينها. بعض الفقهاء يتساهل في الكفارات ويقول تدفع نقدا، وحدث لبس الآن عند بعض الأخوة والأخوات، يقول هل يجوز لي أن أدفعها نقدا للجمعية؟ الحقيقة الجمعية ليس نقدا، الجمعية إذا جئت إليهم الآن حسب ما أعلم أنه يقول كفارة اليمين 150 ريال، فيقول أحد هل يجوز دفع النقد؟ هم الآن ما ليس نقدا، هذا أنت فقط وكلتهم أن يطعموا غيرك، أن يدفعوا لغيرك، فالجمعية الآن جمعيات البر هي وكلاء، فيجوز أن تدفع لهم لأنهم وكلاء، لكن أنت تعطي الفقير تقسم عليه 150 على 10 مساكين، الصحيح لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى وكان النقد موجود وقته ولم يرد فيه. كذلك حتى في زكاة الفطر، أنا الآن أتبع الأقوال التي قد يكون فيها ضعف، وهذا يفتي فيه بعض العلماء المعاصرين ويرونه من التيسير، ويقول قد يكون حاجة الفقير أحوج، نحن نقف عند النص. طيب قد يقول واحد طيب أنا بدل ما أعطيه كيس رز 100 ريال أو 150 ريال له ولأولاده، هو يبيعه الآن أشوفه قدامي يبيعه ب100 ريال، هو يريد فلوس. طيب هذا ليش ما أعطيه 150؟ نقول لا، أنت إذا ملكته هذا الطعام يتصرف فيه كما يشاء هو، هذا ليس لك، أهداه أو باعه بقيمة رخيصة أو غالي هذا ليس لك. فإذا نحن يجب أن لا ننصرف، لأن فيه توسع الآن في باب النقد في كثير من الكفارات وغيرها أنها تخرج نقدا، ما لم يرد فيه أو يجوز فيه دليل فلا نأخذ بذلك. والشرع اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا يجوز لما أخره، ولا يجوز عن تأخير البيان عن وقت الحاجة، والله أعلم. نعم. ولا يجزئ الخبز لخروجه عن الكيل والادخار أشبه الهريسة، وعنه يجزئه للآية، لأن مخرج الخبز قد أطعمهم، فعليها يعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا. الصحيح كما كررت مرة، إذا كان من طعام البلد وقوت البلد فيجوز، لأنه هو بس يختلف الصناعة، الخبز من بر أو قد يكون من حنطة أو قد يكون مما يجوز إخراجه. إذن لاحظ بعض الناس ما يرغب الآن، يرغب يأكل خبز أكثر، ولهذا فينظر إلى طعام البلد، والعرف له دور كما بيّنت قبل قليل، أن ما أطلقه الشارع أي ما أطلقه النص ولم يقيده فالصحيح يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم. نعم. ولا غير ما يجزئ في الفطرة، لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه، كما أن الفطرة طهرة للصائم، فاستويا في الحكم. فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على الفطرة، ولقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. حقيقة أن استثناء المؤلف فإن عدمت الأصناف هذا يؤيد ما قلته وما قاله غيري، طبعا أنا أخذت من كلام العلماء أنه يجوز من عرف البلد، هو فقط قيده إن لم يجد، ما عندنا دليل أنه لم يجد، ما في نص. وقد يكون بعض الناس أن تعطيه الآن من قوت البلد أحب عليهم بعض الأصناف التي وردت في صدقة الفطر، قد يكون أيضا، بل بعض العلماء قال صدقة الفطر أو كفارات إذا خلص الناس أصبحوا لا يستخدمونها لا يأكلونها فلا تعطى إياهم، إنما يحتاجون ما يأكلونه، وهذا هو الذي أراده الشارع، فيراعى في هذا الجانب. وربما أيضا تعدد الأصناف لمراعاة أحوال البلدان، فتجد الآن بعض الناس يأكل البر، بعض الناس يأكل غير ذلك من الرز، وبعض الناس يأكل المكرونة، بعض الناس يأكل الخبز، فمراعاة حاجة الإنسان هي المرادة، لأنه هو المراد التوسعة على الفقير وعلى المسكين، فهو غرض مراد. هنا أقف على القاعدة التي ذكرت لكم، الإطعام والكفارات في الشرع على 3 أقسام. القسم الأول ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، يعني حدد فيه المدفوع ماذا أدفع ومن هو الذي أدفع إليه. النوع الثاني ما حدد فيه يعني وقدر فيه المدفوع فقط دون المدفوع إليه. النوع الثالث ما حدد أو قل قدر فيه المدفوع إليه فقط، إذن هي قسمة، أما أن يكون جميعا حدد أو المدفوع دون المدفوع إليه أو المدفوع إليه دون المدفوع، نأتي بالتفصيل. مثلا فالذي قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه فدية الأذى كما في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة،
فحدد المدفوع إليه وهو المسكين، وحدد أنهم ستة، وحدد ما أدفعه وهو أيضا نص صاع لكل مسكين. إذن هذا النوع الأول يكون حدد فيه المدفوع وقدم وعين يعني والمدفوع إليه. فهنا حدد المدفوع وهو نص صاع، وحدد المدفوع إليهم وهم ستة لكل واحد نص صاع. النوع الثاني ما قدر فيه المدفوع أو حدد، العبارة واسعة، دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر، مثل صدقة الفطر، فبإمكانك أن تدفع الصاع. لاحظوا أنت مطلوب منك في صدقة الفطر ماذا؟ لكل واحد صاع. طيب المدفوع إليه هل لابد أدفع للفقير صاع؟ قال العلماء يمكن تقسم الصاع على عشرة، ويمكن تعطي طعام أولادك أنت وأولادك عشرة أشخاص لواحد. لاحظتم الفرق بين المسألة الأولى والثانية؟ فقد حدد الشارع لنا ماذا ندفع لكل واحد وهو صاع، كما في حديث أبي سعيد وغيره، لكنه لم يحدد عدد المدفوع إليه. فممكن الصاع الواحد نقسمه بين عدة أشخاص. ولا تستغربوا هذا الأمر يا أخوان، ترى تأتي حالات والآن في عدد من الدول فقر، ممكن تقسم الصاع على خمسة أو ستة أو أكثر. فلذلك أحوال موجودة حتى الآن، فممكن تقسم الصاع عدة أشخاص، والعكس وهو ما أحد ذكر اليوم، أنك ممكن عندك كما نقول فطرتك لك ولزوجتك وأولادك وتعطي فقير واحد، ما لا يكون في إطعام عشرة مساكين في اليمين. وما يكون فيه أيضا ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع، مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان، ثلاثة، هذه التي يجري فيها أن تغدي، لم يحدد مقدار المدفوع، المهم أن تغدي أو تعشي ما حدد. مثلا عندنا كفارة الظهار وكفارة الجماع 60، إذا غديت 60 شخص ما واحد، ولو غديت 61 مرة قالوا ما ينفع، لابد تغدي أو تعشي أو تدفع لستين. نعم. وكفارة اليمين لابد عشرة مساكين، كذا نص الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن أن تضع الآن تقدمهم على ذبيحة، واحد يقدمهم على دجاج، واحد يقدمهم على، لاحظتوا، من أوسط ما تطعمون أهلكم. نقول للإنسان أنت ماذا تأكل في بيتك؟ ما ينبغي إذا كنت كل يوم ما تأكل إلا لحم غنم تروح تعطيهم دجاج. نعم. ولا ينبغي إذا كنت تأكل دجاج أنك ما تعطيهم إلا رز حاف كما يقال، يعني وهو نعمة لا شك، لأن الله قال من أوسط ما، يعني لا زيادة ولا اعتدال في المسألة. فمثلا إنسان قال والله أنا دجاجة تكفين أنا وزوجتي وبعض أولاد أربعة، يعني تكفين أربعة، نقول لا حرج أن تعطيها ستة لأنها من أوسط، يعني لأن ممكن تكفي الدجاجة إذا كانت جيدة ستة مثلا. فإذا هذا النوع الثالث ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع، وهن الثلاث، كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الجماع في رمضان. هذه القاعدة تضبط لنا المسألة، فيصبح في هذه الكفارات ممكن أن تجمع الستين وتطعمهم. طبعا مرة أخرى أنا أؤكد لكم ما أقوله على القول الراجح، لا أريد أدخل كثيرا في تفاصيل أقوال العلماء. فأما في كفارة الأذى فهو محدد، وكذلك في كفارة صدقة الفطر فهو محدد مقابل تماما، والله أعلم. هذه القاعدة تساعدنا. نعم يا شيخ. ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأنه يختلف وجهه فيقع تبرعا ونذرا وكفارة، فلا يصرفه إلى الكفارة إلا النية، ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير. هذا الآن أما اشتراط النية فصحيح، الحديث صحيح، لكن قول المؤلف فيقع تبرعا ونذرا وكفارة فلا يصرف إلى الكفارة إلا النية، هذا كله صحيح، لكن يقول محلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير. كلمة قبله بيسير فيه نظر، قد يكون قبله بوقت طويل. لو قلت لإنسان ابحث عن رقبة، وجلس شهرين يبحث عن رقبة ثم وجدها فأعتقها، ولو قلت أنا إن شاء الله سأصوم الشتاء ولم تغير نيتك، لم يصرف صارف عن هذه النية، فنقول صحيح. فكلمة قبلها بيسير أراد المؤلف رحمه الله الأحوط. فأيضا لو قال إنسان أنا علي كفارة ولم يحدد، ننظر إن كان علي أكثر من كفارة
فنقول لا بد تحدد أن تقصد كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو كفارة خاصة يتشابهان الوطء في رمضان. حدد. إذا ما علي أصلا إلا كفارة واحدة فهي منصرفة لها تماما، فهي منصرفة. موضوع النية أيها الأخوة ربما يحتاج إلى حديث مستقل، لأن الناس بين إفراط وتفريط فيه ومبالغة، حتى أصيب بعض الناس بشيء من الوسواس، تجده جنبك بجوارك اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات ثم يعيد ثم يكبر ثم يلغي. نعم، وبعضهم يصف حقيقة رأينا بعد أن يكبر نعم الظهر أو العصر بعد شوي يقطع صلاته ثم ينوي بدون تسمع صوت لأنه بالنية. تقول ليش؟ قال والله نسيت أنوي. أنت طالع من بيتك وين؟ أنت داخل المسجد لماذا؟ مجيئك أصلا لماذا جئت؟ فموضوع الآن النية أحيانا تشدد في فهمها، هي سهلة تسبب الوسواس. ثم موضوع تبييت النية، بالمناسبة كثير من الناس يفهم أنك لابد من الليل إذا بغيت تنام الساعة 12 تكون بيت. لا، تبييت النية أن تكون نويت وباقي جزء من الليل ولو دقيقة واحدة. ليس المقصود تبييت النية أنك من قبل النوم أو أغلب الليل نويت، يمكن قمت صلاة الفجر وعليك صيام قضاء. بعض الأخوات عليها صيام قضاء، قامت لصلاة الفجر وجدت أنه ما أذن باقي 5 دقائق، قالت والله فرصة اليوم. نعم، إذن أصوم قضاء. أو إنسان عليه قضاء، نقول لا حرج. طيب ما بيت من الليل إلا بينت، هو التبييت أن يكون نوى وأدرك جزءا من الليل، فإذا أدرك جزءا من الليل فلا حرج. وبالمناسبة ترى فيه مسألة دقيقة جدا، كثير من الناس الآن يتصور أنه لا بد عند الإمساك أن يكون أدرك جزءا من الليل، غير صحيح. هو الصحيح أنك أدركت جزءا من النهار، لأنك ما تمسك إلا متى؟ بعد أن تسمع المؤذن الفجر. متى يؤذن الفجر؟ يؤذن في النهار ما يؤذن في الليل، وهذه مسألة قد تغيب عنها. والعكس الإفطار، الإفطار لا يجوز لك أن تفطر إلا أن تدرك جزءا من الليل، لأنه لا يجوز لك أن تفطر إلا إذا غابت الشمس وتيقنت مغيب الشمس. إذن أنت أفطرت في لحظة دخل ولو جزء من الليل. السحور عكسه تماما، فعند كثير من الناس يحسب أنه صام من الليل إلى الليل. صحيح هو ما صام، لا هو صام من أخذ جزءا من النهار، لكن حدد الشارع أنه في أول النهار حتى ما يستمر الإنسان، لأنك ما تمسك إلا بعد الأذان والمؤذن لا يمكن يؤذن. صحيح، أنا ما أتكلم عن الذين يتقدمون، بل إنه كما ورد في الحديث في أذان ابن مكتوم وأذان بلال، كان إذا أذن بلال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا، فإنه يؤذن بليل. لاحظ، يؤذن بليل. فإذا أذن ابن أم مكتوم قال أمسكوا، لأنه يؤذن بنهار، وكان ما بينهما كما يقول الراوي إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، كانوا يؤذنون في السطوع مثلا والعكس. إذا تبييتك جزء من الليل هذا المطلوب، أما إذا أذن ما تبيت خلاص، لأن بدأ جزء من النهار ولو لحظة اللي يجب أن تمسك فيه إذا تيقنت طلوع الفجر، لأنك ما تمسك إلا من طلوع الفجر، فإذا تيقنت طلوع الفجر تمسك، لكنك إن كنت بيت ولو قبل بدقائق صح. هذا ما يتعلق. هنا مسائل سأقف عندها سريعا أختم بها في الدقائق الباقية. طيب، إذا عجز عن وقت الوجوب ثم انتقل لغيره ثم قدر بعد ذلك وسأذكر المثال ماذا عليه. واحد إنسان عليه رقبة، ما وجد، أما ما وجد رقبة أو ما وجد مال، ثم بدأ يصوم. أول يوم صام وجد رقبة أو وجد مال، نقول لا وقف. هل نقول له قف ما دمت؟ لا، صحيح، ما دام بدأ وشرع في الكفارة الثانية خلاص حتى لو وجد. وهذا حتى في الصلاة، الإنسان إذا شرع ولم يجد ماء وصلى، وتعرفون الحديث في ذلك، خلاص إذا صلى ولو كان في الوقت، لأن بعض العلماء يرى أنك في الوقت أخذا بحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أصبت السنة، وقال هذا كل أجل مرتين، الأصوب الذي أصاب السنة الذي لم يقضي وقد وجد الماء في الوقت. هذه المسألة الأولى. فإذن إذا بدأ الإنسان لو كان مريض قالوا طب ما يمكن تصوم، ما يمكن تصوم، ثم بسبب الكلى ثم غير كليته وزرع كليه، قال طب يمكن أن تصوم وقد بدأ بالإطعام، نقول خلاص لا ترجع لأنك بدأت بالآخر. ولهذا من الآذاك إذا شرع الإنسان في عمل على وجهه الصحيح فإنه لا يعيده ولا يأتي ببدله. نعم، إذا شرع الإنسان على وجه الصحيح، لأن بعض الناس أحيانا يخطئ في فهم هذه القاعدة. فما دمت شرعت في الوقت، مثلا أعطيكم مثال، لو نحن الآن
لما صلينا المغرب كانت تمطر، فلما قلنا نجمع كبر الإمام، جاء واحد قال ترى يا أخوان ما في ولا نقطة، لأن كبر بس قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، عندما كبر كان في مطر، فدخل واحد قال ليش تجمعون، ترى الآن توقف تماما خلاص صلاتنا صحيحة، نكمل الصلاة ولا تقطع الصلاة، ومسألة عادة الجمع في المطر وهذه مسألة ليس هذا وقتها. المسألة الثانية، طيب إنسان عنده بيت قال أنا ما عندي فلوس للرقبة أو ما عندي فلوس للإطعام، لأن كل فيها مال، نقول بيع بيتك وأعطيك رقبة أو لا، أو عنده سيارة يشتغل عليها أو هي سيارته، في تفصيل. إن كان البيت الموجود عنده على قدر حاجته ويختلف الناس في حاجاتهم، أو سيارته على قدره، فلا نلزمه بالبيع. أما إن كان إنسان يكفيه شقة ومعروف ثم عنده قصر، هذا غير صحيح، ويقول هذا بيتي، لا، إلا إذا كان قالوا لمثله. وسبق أن لعلكم تذكرون عندما قلنا ابن السبيل، إذا وجدت ابن سبيل منقطع بس قال أريد تذكرة، تعطيه تذكرة على قدره. نعم، إن كان مثلي اللي ما يركب للدرجة السياحية أعطوا سياحي، إن كان مثل بعض المشايخ ما يركب إلا الأولى أعطوا الأولى. نعم، هذا معنى دقيق يعني، وهذا معنى جميل. إذا تعطي الإنسان ما كان يركب، تقول أنا اشتركب بالعادة من مالك، والله أنا أركب سياحية أعطه سياحية، لكن والله تقول لا بعطيك درجة أولى، لا، لأن يوم كان من ماله ما يركب إلا سياحية، والعكس واحد يقول أنا لا أركب لأسباب وعام معينة ليس إسرافا إلا الأولى لأسباب، نعطيه الأولى. كذلك هنا قد يكون أحد عنده شقة واحد عنده فيلا، إذا كانت لمن هو مثله فلا نقول له بالبيع، أما إذا كان زائد عن حاجته فنقول يبيع ويشتري إلى غيره، أو حتى سيارة، أو حتى عنده دخل، واحد عنده الآن عمارة قال لك أنا والله عندي عميرة ما عليش بالعبارة فيها دخل أولادي ومحتاج، تقول لا رح بيع العمارة غير اللي يسكن فيها طبعا لاستثمار، تقول رح بيع العمارة وإذا خلصت فلوس العمارة تعال نعطيك من الزكاة، لا، إذا كانت العمارة تدر عليه مثلا 50,000 وهو حاجة 100,000 فالصحيح ما يبيعها لأنها أقل من الحاجة، فنعطيه ولو كان عنده استثمار ما دام لا يغطي حاجته، ولا نلزمه بالبيع. وهذه مسألة تغيب عن ذهن كثير من المفتين في مثل هذه المسائل، كيف تعطيه وترى أعرف عنده بيت ساكن فيه وعنده سيارة وعنده عمارة يؤجرها، أقول طيب هل اكتملت حاجته لمن هو فيه مثله؟ قال لا ما اكتملت باقي محتاج، إذن يعطى، والعكس. مسألة أيضا من هذه المسائل أختم بها لكنها دقيقة وهي نادرة لكن مهمة. طيب لو أن رجلا جامع وهو الآن لابد قبل أن يأتي زوجته قبل أن يتماسى، في ماذا؟ في إيش؟ في الإطعام، في الرقبة، وكذلك في الصيام. أما الإطعام ففي خلاف بين العلماء وخلاف قوي، والأحوط أنه حتى الإطعام أنه ما يأتي زوجته إلا بعد أن يطعم، ما يأتي زوجته إلا بعد أن يطعم. هذه اختلف العلماء في الثالثة، الأولى الثانية ما في خلاف لأن الله نص عليها من قبل أن يتماسى، من قبل أن لكن ما قال هذا في الإطعام، فكان في خلاف بين العلماء نسيت أفصله في وقته. والأحوط والأبرأ والأقوى، لأن كل واحد له معه دليله، أنه لا يأتي زوجته حتى يطعم. تأتي، طيب قد يقول حتى ما عنده شيء، لا يقدر، لا عنده رقبة ولا صيام ولا عنده أي شيء، هذا يسقط خلاص، فقط الكفارة في حق هذا. فهذه مسألة أخرى، ما يقول لا انتظر حتى يمتنع من زوجته سنة سنتين حتى يأتي مال، لا، إذا ما حتى برع له ولا عنده شيء ولا عنده قدرة نقول تسقط، فإذا سقطت انتهى. المسألة التي أريد لو أن إنسان بدأ الآن في الصيام شهرين، بعد يومين جامع لاحظ زوجة من زوجاته لزوجته الأولى في الليل أو في النهار وهو يصوم، نفصل نقول أما في الليل فلا حرج لأن ليست هي الممنوع منها. طيب في النهار نقول إن كان جماعه يعتبر فطرا فقد سقط التتابع، إن كان معذورا قد يكون ناسيا أو جاهلا أو غير ذلك يعني لا يقطع الصيام فلا يؤثر. ترى المسألة فيها دقة في هذا،
إذن رجل عنده زوجتين، ظاهرة من واحدة، وبدأ الآن يصوم، أثناء الصيام جامع زوجته الثانية. نقول أما إذا كان في الليل فلا حرج لأنه لم يظاهر من هذا، لكن في النهار وهو صائم فنقول إن كان فعله هذا أفتى المفتي بأنه يقطع الصوم، فالصحيح أنه لا بد يستأنف لأنه قطع التتابع. أما إن كان معذورا في فطره كأن يكون مسافرا أو كأن يكون وهذا من الأعذار أو ناسيا أو جاهلا، فالصحيح أنه يستمر التتابع. طيب نأتي مسألة أخرى، لو جامع زوجته إن كان ظانا أنها امرأة أخرى في الليل يعني لا حرج، لكن طيب إذا كان حتى أنه يرى أن هي يعرف أنها زوجته، هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم قال خلاص لا يجوز لأنه جامعها قبل أن يتم، والقول الآخر وهو قوي أنه يأثم لكن يستمر التتابع. طيب إذا جامعها في النهار نعود نفس القاعدة، طيب مش الفرق بين الليل والنهار؟ لأن إذا جامع في النهار وهو صائم فإنه يقطع التتابع، أما فعله في الليل فهو آثم لأنه خالف أمر الله لكنه لا يقطع التتابع. فنقول جماعك لزوجتك وأنت لم تكمل الكفارة، مثل لو كان أطعم 30 مسكين بقي 30 مسكين وجامع في الليل، نقول تأثم على القول، طبعا لا بد أن يقدم على القول. أو الصيام وهو الواضح أنه صام 30 يوم أو أقل أو أكثر ثم جامع زوجته في الليل، نقول تأثم لكن لا يقطع التتابع لأنه لم يقطع، فيأثم ويتوب. أما إن كان في النهار وهي زوجته ننظر، إن كان بعذر شرعي فلا حرج، إن كان بغير عذر شرعي فنقول في هذه الحالة يقطع التتابع لأنك أفسدت صيام يوم بدون عذر. هذه مسائل صحيح فيها دقة، لكن أيها الأخوة هذه مسائل مهم أن نفرق بينها، وأنا لما أجد هذه المسائل عند الفقهاء حقيقة أجد فيها لذة التأمل ودقتهم في هذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، والمهم أن يعرف الإنسان حدود الله جل وعلا في هذا الأمر. أقف حتى الأذان، وبعد الأذان أواصل إن شاء الله في غيره. Thank you.